لا تزال مؤشرات الأسهم الأمريكية في البيع المكثف اليوم، بينما نقترب من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بعد ظهر هذا اليوم. وليس من المتوقع الزيادة، ولكن ما هو متوقع هو كيف يمكن للبنك الاحتياطي الفيدرالي تمهيد الطريق للارتفاع. أما توقعات شهر ديسمبر فهذا الاحتمال حوالي 74%، كما ذكرت بيانات الـ ADB للتوظيف ارتفاع أعلى من المتوقع في قطاع الشركات الخاصة قبيل مطالبات البطالة الأسبوعية وبيانات الـ ISM الصناعية. أيضا نشهد اليوم تداول هابط للدولار أمام العملات الأخرى. زوج اليورو مقابل الدولار ارتفع بنسبة 0.50% عند 1.11-13. الجنيه الاسترليني مقابل الدولار أيضا ارتفع بنسبة 0.53% عند 1.23-2. الدولار أمام الين أقل بنسبة 0.70% عند 130.2840. أما الزوج الدولار النيوزيلندي أمام النظير الأمريكي والذي سنركز عليه اليوم فتبقى في ارتفاع، وندعو إلى المزيد من الارتفاع مواقع شراء طويلة فوق مستوى الدعم الجديد عند 0.72% مع أهداف تصل إلى 0.73-30 و 0.73-55. أما المعادن الثمينة فلا تزال قوية اليوم، حيث يجري تداول الذهب فوق متوسط 50 و 20 الفترة المتحرك والذي يلعب دور الدعم والحفاظ على ميل الاتجاه السعودي. لاحظ أن 1284.5 يمثل دعما هاما للذهب والذي ينبغي الحد من إمكانية الهبوط. مواقع طويلة فوق مستوى الدعم مع أهداف تصل إلى 1310 مع 1318. الفضة أعلى بنسبة 0.94% عند 18.72 الأونصة. Trading Central Web TV لويا لكوا.